عسلامتكم ومرحبا بكم في كبسولات تكنولوجية باللهجة التونسية. معكم أنس الذهبي، باش نشوفوا مع بعضنا تطبيقة جديدة. اليوم باش نحكيو على Co-Spaces EDU، المنصة التعليمية الخاصة بالاي ار والفي ار in the classroom، يعني الاوغمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي والواقع المعزز في القسم. في كبسولتنا اليوم باش نشوفوا كيفاش نصنعوا كوسبيس 3D environment 360 degree image mesh cube quiz and tower. طبيعة كل نوع متاع كوسبيس يعطيك امكانات مختلفه. مثلا 3D environment يعطيك empty scene، يعني يعطيك فضاء فارغ وتنجم تزيد فيه الكائنات وتنجز فيه المشروع اللي تتصوره مناسب للفكرة متاعك. يعطيك زادة في البرنامج برشة أمثلة تنجم تعتمدها وتدرج فيها التغييرات اللي انت تحب عليها. نفس الحكاية بالنسبة لل 360 degree image، هي يعطيك فضاء 360 درجة وتستحق لهنا طبعا الصور اللي تعتمد 360 درجة اللي هي تكون طبعا مأخوذة بآلات خاصة. عنا لهنا المرج كيوب الامتي يعني فارغ، وعنا الأمثلة متاع مرج كيوب اللي نجمو نعتمدوها كيف باش نجمو ندرجو فيها التغييرات اللي تخصنا واللي تهمنا. كويز، وهذه خاصية جديدة في كوسبيس، إضافة جديدة للكويز، هي إمكانية إنجاز كويز يعني تمرين فيه أسئلة وأجوبة نجمو نعطيوه للتلاميذ أو المشاركين اللي معنا. وفي الأخير عنا طبعا تاور، وهي أمثلة من صور وباكراوندز جاهزين 360 degree تنجم تتجول في وسطهم وتنجم تضيف عليهم الحاجات اللي تحب عليها. بالطبيعة إن شاء الله في فيديوهات قادمة باش نشوفوا كل مثال وحده على حدة. مرحبا بكم في كبسولتنا اليوم. بسلامة.